سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تنبات ديال الجلابه بروش. كما كتشوفوا نحتاجوا فيه حجر بحال هكذا. بالنسبه انا كنشري بالبكيه باش كطيح ليا الحبه شويه رخيصه. بالنسبه للالوان هذه تدخلوا على حسب لون ديال الجلابه. البروش بحال ديما كنقول لكم انكم بداو في الوسط باش يديكم الخدمه مزيانه.